واحد الانسان العزيز عليه الحريه. هي ماش كنت كنخدم عند الناس او طونك امبلويي موظف كانوا مسمين عليا كيقولوا لي السي في ديالك سميتو ان سي في بابيون. علاش؟ في عام واحد عندي جوج شركات في 4 سنين 8 شركات. يعني كنطرطى كنطير ما كنزقاش. فهمتيني؟ وانا هكا انا انسان حر. الا كانت الوظيفه ما قابلاش عليا خصني نمشي ندير ديالي. سالينا. انا انسان حر، عزيز عليا نكون نفيق في الصباح وعيط لي الوالد يقول لي انا مريض ما نشاور مع حتى واحد، نسطرو بنمشي عنده. مش عنده صافي، فين هو المشكل؟ تعيط لي الحاجه في وجده تقول لي راني مريضه، نسطرو بنطلع عندها الوجده. واو، هذا هو الهدف ديالي من البدايه. الحريه يعني. وانا بيني وبينك اخويا ياسين تيبان لي انا اي انسان راه خصو يكون حر. علاش؟ انا نقولك نعطيك اكزامبل ديال مثلا واحد الفرخ ياه، عصفور عادي، انت جايب ليه الماكله باش يقصي ولكن هو خايف منك. علاش؟ حريه، خايف على الحريه ديالك. علاش انت ما تخافش على الحريه ديالك؟ يعني تمشي دير شي حوايج غيخليوك تكون حر. وتمشي ماشي غيطير اي مخلوق في العالم تفضل في هذا الكون هذا يفضل انه يكون حر. اكزاكتو على انه فهمتيني البلان كيفاه. فهمتك. بغيت نرجعوا غير الفكره اللي بدينا بها، حيت من فكره كندوزوا لفكره اخرى. شوف كاين واحد مري شاعل شاعل الافكار نصفكم دوينا دابا شي تلاقاو جوج تبارك الله. فهمتي؟ لا الحمد لله. كومينيكاسيون دوينا على باش بديناها بالريسك الفشل في لونتربرونير. الفشل جزء لا يجوز. بارمي لي كونساي اللي كنعطيها للشباب، الوظيفه حاجه زوينه يبدا بها الانسان. زوين انك تبدا الانسان. علاش؟ حيت كترين بفلوس واحد اخر، ما كترينش فلوسك انت. الا كنتي اونتربرونور شنو كدير؟ كتشد فلوس من جيبك وكتحطها صدقات، هي هذيك ما صدقاش فشلتي مشيتي فيها. ما فاش كتدخل شركه كموظف كبدا كتجرب في المهارات ديالك، كتسقل في المهارات ديالك بشويه بشويه. الا صدقات والشركه ربحات الفلوس، الا صدقات وربحات الشركه الفلوس، انت كتثق في راسك. فهمتيني؟ وكتكتسب مهارات انك تمشي انفيستي بفلوسك. اغلبيه الشباب كتوري ايلون ماسك واو شنو غندير، فهمتي؟ ولكن فاش كتولي شي واحده في الدرب اللي دار فهمتي دار شي حوايج راه قريب لك. هو خي ياسين كاين واحد القضيه اللي سميتها الايمرجنت كانتري. دابا ولا مثلا باغ اكزومبل مثلا هذاك ايلون ماسك كون ما كانش في امريكان راه ما كانش غيدير دوك النجاحات. علاش؟ حيت جا في امريكان كلشي مكونسونطري عليه العالم كامل. امريكان فهمتيني نيو وورلد كذا. هذه كون كان مثلا باغ اكزومبل مثلا ليوناردو دي كابري كون بقى في الطالينيك اصول طاليانيه اكزاكتو كان غيدير هذه النجاحات هذه باهيه، ما كانش غيديرو. وكاين شي واحد دابا في العالم ما عرفش ليوناردو دي كابريو اكزاكتو، ومازال ان ليوناردو واخا كوك ليوناردو كابريو ما نساش الاصل ديالو، واخا مشى لامريكان راه كيرجع كيتبحر في الطاليان وكذا. داكشي كيبقى. شوف انا بالنسبه ليا كنشوف بان داكشي كيبقى تدبير رباني، تدبير رباني. سبحان الله العظيم، ربي كيحط الناس في 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 في, في بعض لي سيتوياسيون اللي داكشي من عند سيدي ربي. ما نقدرش نقول لك انه ضربه حظ، لا فهمتيني. شي بحال هو استغل لي غوسو. نعطيك مثال بيل جيت. بيل جيت في ليستوار ديالو اللي جيتي تشوف يامات الدراسه ديالو كان كيقرا في واحد المدرسه اللي في وسط كاع المدارس اللي كاينه في امريكان كاين جوج ولا 3000 فيهم بيسي. وسبحان الله العظيم بيل جيت كان كيقرا في وحده من هذوك اللي فيها بيسي. فهمتي؟ واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ يعني انت كتحط في واحد البلاصه اللي غتسقل. الا جينا نشوفوا لا شونس واحد في المليون صراحه، واحد في المليون. الحظ ديالك انك طيح في مدرسه اللي فيها بيسي في هذيك الوقت راه واحد في المليون ولا واحد في 10 المليون ولا واحد في 100 مليون. وانت حياتك كامله غتولي معتمده على البيسي. واش فهمتي اش بغيت نقول؟ شوف بيل جيت ربي فين حطو في واحد البلاصه، في واحد المدرسه اللي كان فين من المدارس القلال اللي فيهم بيسي. ديك المدرسه انفيسات وجابت واحد بيسي دارتو الوغ كو ديك الوقيته فين داك الشيء قليل وكبر من صغرو كي فهمتيني وديما فين ترجعوا ميريكا.